نقول انه مهم جدا ان احنا يكون عندنا طبعا يعني اجراءات احترازيه، كمان يكون عندنا تقويه لجهاز المناعه في الفتره الحاليه. بنتكلم على انه كتير جدا طبعا من الناس طبعا يعني تلقت المصل الخاص بفيروس كورونا، لكن رغم كده لازم نحافظ على الاجراءات الاحترازيه، التباعد، التعقيم بشكل كامل ودائم. تمام، واحنا لازم نفهم كويس جدا ان المصل لا يمنع الاصابه. لما بناخد المصل احنا بناخده علشان المضاعفات ودخول المستشفى والوفيات، وما بيمنعش الإصابة انها تحصل، عشان الناس تبقى برضو فاهمة القصة. لكن المرض زي ما احنا عارفين فتاك، يعني قاتل زي ما بيقولوا، فلازم ناخد بالنا كويس جدا ان احنا المصل ده للوقاية من دخول المستشفى وحمايتك، وخصوصا الناس اللي عندها امراض مزمنة. فده كده المصل. ولكن هو الفيروس موجود، موجود، والناس لازم تعمل احتياطاتها، والناس لازم تقوي المناعة. بقى مش كلمة تقوية المناعة، ان احنا نحافظ على، احنا مش عايزين مناعة قوية زي ما الناس بتقولها الدرجة، لا، لان احنا اصلا مشكلة الفيروس لما بيدخل الجسم والمناعة لو قوية الحرب بتبدأ، فهو بيعمل حاجة اسمها موديوليشنز، يعني زي ما ناخد فيتامين دي وهنقول الحاجات اللي احنا المفروض نعملها، وعشان نعمل اميون موديوليشنز عشان ما يحصلش الحرب تبدأ ونضطر ندخل في حاجة اسمها سيتوكاين ستورم، اللي هي بتبقى ثورة ما بين الفيروس والأجسام المضادة اللي في الجسم. فنسميها موديوليشن، ان احنا نظبط جهاز المناعة بتاعنا. طيب نبدا نقول انه لو ناس عندها مثلا اي امراض القلب، ضغط مرتفع، سكر. مرضى السكر، ايه المهم ان هم ياخدوه في الاعتبار في الفتره يعني طبعا فتره الشتاء دي بتكون هي الاكثر عرضه للاصابه بالبرد والانفلونزا وايضا الاصابه بفيروس كورونا؟ طبعا الناس دي انا بقول لهم من يعني النهارده ابدا اعمل حمايه لنفسك، لازم تلبس الماسك، خد التطعيم، خد الجرعات، كل دولة لها بروتوكول بتاعها، تابع بروتوكول الدولة اللي انت فيها، وابدأ ظبط سكرك. السكر لما بيعلى بيعمل حاجة اسمها تسمم سكر، وتسمم السكر ده يعني بيدمر جهاز المناعة تماما، فبيبقى عرضة للفيروس انه يتكاثر في جسمك ويصيبك بالالتهاب الرئوي ويصيبك وتدخل مستشفى، ومرضى الكلى ومرضى الضغط، كل ده لازم يظبط سكره ويتابع مع دكتوره ويسمع النصايح اللي الدكتور هيقوله عليها عشان سكره والضغط بتاعه يكون مظبوط وما يعانيش من مشاكل ومضاعفات فيروس كورونا. طيب الناس اللي عندها مشاكل الغدد بشكل عام، ايه المهم ان هي تحافظ عليه؟ لانه في ناس كتيره جدا بيكون عندها طبعا السكر، وفي الاغلب بيكون عندهم يعني خلل في الغدد. تمام، انا عايز اقول حاجه مهمه لمرضى الغدد الصماء، وخصوصا الغده الدرقيه. الغدة ممكن تروح تعمل تحليل، انت عندك اعراض نقص نشاط الغدة الدرقية او زيادة نشاط الغدة الدرقية. الغدة الدرقية عشان تشتغل كويس لازم لها زنك، مغنيسيوم، فريتين، مخزون حديد. علشان كده في ناس تقول لك انا شعري بيسقط جامد وبعمل تحليل الغدة كويس، لان عندك او كده، هي الغدة الدرقية بتبقى اكتر في السيدات بنسبة كبيرة جدا عن الرجال، فبيبقى عندها نقص في الفريتين، نقص في المغنيسيوم، نقص في الزنك. لازم عشان الغدة تبدأ تفتح الباب وتشتغل الحاجات دي كلها لازم تبقى موجودة. عشان كده بيحصل كتير جدا انه يروح يعمل التحليل يلاقي التحليل الدكتور يقول له لا تحليل الغدة كويس، يقول له بس انا بعاني، عندي كسل، بنام كتير، مش مهتمية، يعني البرودة في الشتاء ده ما اقدرش استحمل البرد. كل ده مهم، لان ده مناعتك هتضعف. الغدة الدرقية شغالة في كل خلية في الجسم، فلازم اظبط العلاج والتحاليل ومتابعة مع الطبيب طبعا.